احتضنت مملكة البحرين فعاليات المؤتمر التربوي الدولي دور المعلم في كفاءة التعليم، والذي ينظمه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة خبراء وباحثين تربويين من منظمة اليونسكو وعدد من دول العالم وأكثر من 300 قيادي تربوي ومعلم من الدول الأعضاء بمكتب التربية العربية لدول الخليج. وخلال حفل الافتتاح أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن مملكة البحرين حققت نتائج مشرفة في مواجهة الفاقد التعليمي الذي يمس حق الطلبة في الحصول على التعليم المناسب، حيث أشارت التقارير الأخيرة الصادرة عن منظمة اليونسكو إلى تحقيق المملكة نسبة منخفضة للتسرب من التعليم بلغت 14%. ونسبة عالية للتمدرس وتكافؤ فرص التعليم بين الجنسين مع تحقيق نسبة 2.64% للأمية بين الكبار، وهي إحدى أفضل النسب عالميا. من جانبه أشار الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في سياق جهود مكتب التربية العربي للنهوض بمستوى التعليم ومخرجاته في الدول الأعضاء، ويركز على الارتقاء بكفاءة المعلم باعتبارها حجر الأساس لأي منظومة تعليمية متميزة. بدوره أكد الدكتور سليمان العسكري مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج أن المدخل الذي يتبناه هذا المؤتمر لمناقشة قضية الهدر في التعليم يتجاوز البحث عن إصلاحات جزئية مؤقتة إلى آفاق أرحب تساعد في الوصول إلى نظام تعليمي خليجي ذي كفاءة عالية. من جهتها عبرت مديرة مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو في جنيف عن اعتزازها بالمشاركة ضمن المتحدثين في هذا المؤتمر، مؤكدة أهمية تطوير عملية تأهيل المعلمين في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة مع توفير قيادات تربوية تحفزهم على الإبداع والتميز في مجال عملهم. ضيف مملكة البحرين هذا المؤتمر الإقليمي والدولي الذي يحظى باهتمام كبير في الميدان التربوي نظرا للمواضيع التي يناقشها والخبراء الذين سوف يقدمون أوراق تتعلق بجوانب مهمة في الشأن التعليمي وتطويره وأيضا أفضل السبل لتحقيق هذه الغاية. عرضت مملكة البحرين اليوم تجربتها في التعاون مع المكتب ومع مركز البحوث التربوية وأيضا مع منظمة اليونسكو، وبينت الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد الإلزام في التعليم وكذلك تدريب المعلمين وغيرها من الأمور التي تمس التعليم واستخدام تكنولوجيا التعليم. كل هذه الأمور تم التطرق إليها، ولا شك أن هناك أوراق سوف تطرح قضايا تعليمية مهمة تكتسب أهمية، لأن التعليم يشكل دعامة أساسية لأي مسيرة تنموية. طبعا احنا سعيدين اليوم بتواجدنا في مملكة البحرين لغرض المؤتمر عن دور المعلم في كفاءة التعليم، وهو احد أنشطة المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، وهو احد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج. اخترنا مملكة البحرين لاننا واثقين بان الفعالية ستنجح قبل ان تبدا. نشكر الحقيقة مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، ونشكر وزارة التربية والتعليم على رأسها الدكتور ماجد النعيمي. اليوم المؤتمر بنتحدث فيه عن المعلم، ومهما عقدنا المؤتمرات عن المعلم لن نكفيه. كما تعرفين هناك وسائل وأساليب اتخذتها دولنا في تطوير التعليم، لكن يبقى المعلم هو حجر الزاوية إذا لم نخصصه بالعناية وبالاهتمام، ونعرف ماذا استجد في العالم بالنسبة لتعامل المعلم وكيفية تطوير أدائه في الصف، خصوصا مع هذا المد التقني الرهيب الذي يعني تعدى على أدوار المعلم وتعدى على أدوار المدرسة. وبالتالي لابد من عقد مثل هذه المؤتمرات ومن هذه الملتقيات لكي نعرف ما هو الجديد في العالم، ولكي ندعم المعلم ونشعره بأن دوره هو المهم وهو الأساس. مؤتمرنا هذا معقود من أجل هذا الموضوع، لمعالجة هذا الموضوع، كيف نرتقي بدور المعلم وما هو دور المعلم في الارتقاء بالتعليم. الحقيقة احنا حاولنا ان يكون مؤتمرنا هذا لأول مرة انه نطلع من نطاق دول مجلس التعاون ونطاق الدول العربية، ونشرك باحثين وتجارب غربية وأجنبية شرقية، يعني في عندنا من هونغ كونغ، في عندنا من طبعا على رأس
المشاركين مديرة مكتب التربية العربي التابع ليونسكو في جنيف، وعندنا ناس جايين من أمريكا اللاتينية ومن عدة أماكن في العالم، راح يقدمون أوراق كثير ممتازة ومتقدمة الحقيقة، وهذه راح تغني وتثري الحوار والأوراق المقدمة في هذا المؤتمر. First of all, thank you for having me. أنا سعيدة لوجودي في هذا المؤتمر المقام في مملكة البحرين التي أزورها للمرة الأولى. إن مملكة البحرين أصبحت مثالاً يحتذى به لتطور التعليم في المنطقة، وأنا سعيدة بالتعاون بيننا وبين مملكة البحرين في تعزيز التعليم ذي الجودة العالية وتطوير المناهج.